تعلم ماري. مرحبا يا أطفال، هل تعرفون حروف الهجاء؟ نعم صحيح، أحسنتم. إنها الحروف التي تتكون منها اللغة العربية، وعددها 28 حرفا. هيا لنقوم بقراءتها معا. حرف الألف، ألف، ألف. حرف الباء، باء، باء. حرف التاء، تاء، تاء. حرف التاء، تاء، تاء. حرف الجيم، جيم، جيم. حرف الحاء، حاء، حاء. حرف الخاء، خاء، خاء. حرف الدال، دال، دال. حرف الذال، ذال، ذال. حرف الراء، راء، راء. حرف الظاي، ظاي، ظاي. حرف السين، سين، سين. حرف الشين، شين، شين. حرف الصاد، صاد، صاد. حرف الضاد، ضاد، ضاد. حرف الطاء، طاء، طاء. حرف الضاء، ضاء، ضاء. حرف العين، عين، عين. حرف الغين، غين، غين. حرف الفاء، فاء، فاء. حرف القاف، قاف، قاف. حرف الكاف، كاف، كاف. حرف اللام، اللام، اللام. حرف الميم، ميم، ميم. حرف النون، نون، نون. حرف الهاء، هاء، هاء. حرف الواو، واو، واو. ولدينا أخيرا حرف الياء،